بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم سادتي الكرام من قناة كربلاء الفضائية مرعاة العقيدة وراية الأحرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أطيب تحية في هذا الشهر الفضيل وفي هذا اليوم الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، ونحن نطلع عليكم هذه الإطلالة المباركة ضمن برنامج فقه الصائمين. وجدد التحية بك مرة أخرى سماحة السيد، حياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا. سماحة السيد، بقيت لدينا أسئلة من الحلقة التي مضت. كان هناك سؤال الأخت أحد الأخوات تسأل بخصوص الصلاة بمحاذاة الزوج، تقول هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ تفضل سماحة السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يتقبل صيامكم وقيامكم. لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة، طبعا لا تصح على الأحوط، السيد مو فتوى عند احتياط وجوبي، لا تصح على الأحوط زوما صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين في الصلاة. يعني متحاذيين يعني أحدهم يصلي بصف الآخر، الزوج يصلي بصف الزوجة، الزوجة تصلي بصف الزوج. وكذلك أيضا لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل، يعني المرأة تصلي أمام الرجل. ماذا طبعا يعني هاي الصلاة ما كفرق أنه فريضة أو نافلة، لا فرق ذلك، وسواء ابتدأ الصلاة سوية يعني متقارنين كانوا في الصلاة اثنينهم كبروا تكبيرة الإحرام في نفس اللحظة، أو لا صارت على التعاقب، يعني أحدهما كان سابق على الآخر، مثلا الزوج صلى الزوج يصلي اجت الزوجة بركعة الثانية صلت بصفه أو صلت أمامه، أيضا في هذا الفرض لا تصح صلاة كل منهما الرجل الزوج والزوجة. أكو مسافة تكون محددة بيناتهم سماحة السيد؟ نعم، يلزم أنه المرأة تتأخر بحيث يكون مسجد جبهتها جيد محاذي لركبتي الرجل، صف ركبتي الرجل، او اكثر تاخر من هذا، يعني او تاخر يعني باكثر من هذا المقدار تتاخر الزوجه. اذا الزوجه رادت تصلي بصف او امامه فيلزم اما تكون المسافه 4.5 أمتار بين الزوج والزوجه، 4.5 أمتار اذا صلت امامه او صلت بجانبه سواء كان الجانب الايمن او الجانب الايسر، او يكون حائل بيناتهم، يعني اذا صلت بصفه او امامه وما كان هناك بعد 4.5 أمتار فيلزم ان يكون حائل، حائل مثلا جدار او ستاره او ما شاكل، حتى لو كان او ما شاكل مثلا سيدنا، حتى لو قماش، نعم ممتاز. حتى لو قماش، المهم هناك يصدق ان هناك حائل، المهم يكون حائل بيناتهم. وطبعا ما كفرق انه المراه تصلي، يعني ما تصح الصلاه كل من الرجل والمراه اذا كانوا متحاذين او كانت المراه متقدمه، ما كفرق ان هذه المراه زوجته او تكون من محارمه، امه، اخته، عمته، خالته، او المراه اجنبيه، لا فرق. طيب لا فرق عدم صحه الصلاه هنا يلزم عليه اعادتها سماحه السيد؟ هو سماحه السيد لم يفتي فتوى، انما احتاط احتياط جيد، فهم مخيرين بهاي الحاله. اما الرجوع الى فقيه اخر ممتاز في هذه المساله، في هذه المساله، يعني هذه المساله مساله خلافيه. المشهور ما بين الفقهاء، يعني اكثر الفقهاء يقولون هذه الصلاه مكروهه، مو يعني مو متصح، مو باطلة، لكنها تكره، أي مكروهة على رأي أكثر الفقهاء جيد. فممكن طبعا سماحة السيد عند لا تصح على الأحوط احتياط، فممكن إما العمل بالاحتياط وما يصلون واحد بصف الآخر، أو ما تصل المرأة أمام الرجل، أو يعني يرجعون إلى فقيه آخر، وقلنا رأي المشهور أنه هو الكراهة، فممكن يرجعون إلى فقيه آخر طبعا مع مراعاة الأعلم فالعلم. جزاك الله خير سماحة السيد وبارك الله بك. الآن أذكركم سادة المشاهدين بأن الأرقام التي تكون ظهر الآن في أسفل الشاشة هي الأرقام التي يمكنكم أن تتواصلوا من خلالها معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك متصل السيد المخرج أم منتظر من واسط. السلام عليكم أم منتظر. السلام عليكم، حياكم الله، تفضلي أم منتظر. بسؤالي أنا سمحت السيد. تفضلي بالخدمة، تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ريدنا أنا دائما أقرأ قرآن، أنا يعني ما دارسه هواية للرابع ابتدائي، دائما أقرأ قرآن، ويعني بعض مرات أغلط بالكلمة أو ما ألفظها عديل، هل أنا آثمة؟ وأنا أحب أقرأ قرآن، دائما أحب أقرأ قرآن، هل أنا آثمة وأستمر بقراءة القرآن؟ طيب سؤال الثاني. سؤال الثاني سيدنا، أنا دائما أخذ من زوجي 5 10 أخذ من عنده، يعني ما يدري بي أخذ
بس انا السيدة ما اطلع لا هيك ولا هيك، او اصرفهن على البيت او ابدل بهن غاز او اجيبهن حاجة للبيت. يعني سيدنا يصير لو ما يصير يعني بدون اذن الزوج؟ اي بدون طب. اذن اخذ من عنده بس انا اصرفهن على البيت هو بالتالي مصروفهن هيكون لصالح البيت. شكرا ام منتظر، شكرا جزيلا. حميد من النجف الاشرف، السلام عليكم اخ حميد. السلام عليكم حبيب قلبي، حياك الله يا طيب، تفضل يا حميد. الله يكرم علينا وعليكم. شكرا جزيلا، الله يوفقك، تفضل. تحياتي للاخ العزيز السيد خضير المدني، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. حياك الله سيدنا، ما تطيل عليك سؤالي، جزاك الله خير. تفضل حبيب قلبي. عندنا علويه عندها طفل عمره سنه وشهرين، هي صايمه فيرضع، فهي تجيها مرات شلون الاقماء، يعني هل يعني تحصل حرام اذا ما تنطى حليب الطفل هي، اما شلون هذا رايكم؟ والراي الثاني لحظه ابن اختي يشتغل عامل، لحظه هي الان هي اسمح لي بس السؤال الاول، شنو ما ترضع يعني يعني تقطع الرضاعة عنه؟ هل يعني تفطر بين الايام الباقيات على طفلها المريض وتقضي بعدين، اما تكمل لان ما يحصل مرات حليب خطيه؟ جزاك الله خير، يعني قليله اللبن سمعت. اي على الصوم سؤال. طيب. الصوم السؤال الثاني، ابن اختي يشتغل عامل، نصف يشتغل للسياره مال الحمل، نصف السياره الساعه بالوحده الظهر وافطر، فشنو قراره؟ جزاكم الله خير الجزاء. افطر متعمد صح؟ لو عدم التحمل يعني ما قدر يتحمل، يعني كان لو باقوا ويانا كان داخلنا معه. طيب الأخ أبو شيماء من بغداد، السلام عليكم أبو شيماء. السلام عليكم أبو شيماء، تسمعني أبو شيماء؟ سيدنا إذا مصر زحماني، قبل يومين شوية كنت تعبان ومجهد سمعت اذان المغرب من قناة كربلاء، وعلى ضوها بعد ما كمل اشهد ان عليا ولي الله، شربت علاجي وشربت مي. اذان الصبح مو؟ لا المغرب، المغرب. نعم شنو المشكلة العادة؟ طيب شنو المشكلة؟ الان وانا سكني بغداد مو بكربلاء، هل انا صائم ام مفطر؟ هذا سؤالي. انت كنت مسافر بهذا الحالة صح؟ لو مقيم في بغداد. انا مقيم ببغداد بس كنت فاتح التلفزيون على قناة كربلاء وسمعت الاذان. اشكال وين؟ يعني هو يعني هو فرق، يمكن فرق اعتقد دقيقة او دقيقتين بين كربلاء وبغداد على ما اتصور الفرق. وانا بس اسال هل انا مفطر او لا؟ دلل دلل ابو شيماء، سؤال الان واضح. يلا في مال. شكرا عزيزي، تحياتنا لك. أم أنور من كربلاء المقدسة، مرحبا يا أم أنور، السلام عليكم، تفضل يا أم أنور. أم أنور تفضل يا أم أنور. السلام عليكم أختي أم أنور، تفضلي قبل ما نفقد الاتصال وياكم. طيب سيد المخرج اذا كان هناك اتصال اخر. ابو رقيه من البصره، السلام عليكم ابو رقيه. ام رقيه سيد وياي، السلام عليكم ام رقيه، تفضلي تفضلي. ام رقيه انا اريد اسال سؤال. انا جسمه يعني ضربت ابره مال منع الحمل وش اسمه يعني قام يطيح علي دم بس من قليل، اريد اعرف شنو حكمه وانا صايمه، يعني ابقى صايمه لو اظل فاتره. تاخذين علاج حجيه؟ اي اخذت علاج هسه علي لحد الان، بس هو الدم ما يطيح قليل، يعني قليل مو هوان. نعم مو كثره. جي متقطع يعني هذا الدم متقطع؟ متقطع؟ إيه انا صار لي 10 ايام. متقطع؟ 10 ايام. دم متقطع؟ اي متقطع يعني يطيح قليل كلش قليل. استمر 3 ايام لو ما استمر؟ لا صار له 10 ايام. بلي بلي نعم.
يعني استمر الدم نزول الدم 10 أيام. شكرا أم رقية. شكرا أم رقية. السيد المهرج، طيب نتوقف الآن لأخذ الأسئلة، نجيب على ما تبقى لدينا من الأسئلة. سمحت السيد، باختصار كانت الأخت أم محمد من بلد لم تسمع الإجابة بسبب أنها لم تتابع بشكل جيد على ما أعتقد، أو فاتتها الحلقة. تسأل فيما يخص صلاة المرأة في المطبخ. سمحت السيد تقول في مكان المطبخ تصح الصلاة ولا تصح الصلاة، لديها شك في هذا الموضوع. تفضل. تجوز يعني صلاة المصلي المرأة والرجل في المطبخ وإن كان فيه كراهة، يعني تكره الصلاة في بيت النار اللي هو بالمصاديق، من مصاديق بيت النار هو المطبخ. نعم، هنا الكراهة بمعنى قلة الثواب وليس بمعنى أنه الصلاة باطلة أو الصلاة مو صحيحة، لا الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن هنا الكراهة بمعنى قلة الثواب. أحسنتم. سؤال آخر تسأل فيما يخص زوجها، تقول أنه يقرأ القرآن لكن بدون إتقان للحركات. نعم، يعني يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة الأسلوب العربي من حركة البنية وسكناتها. يعني احنا عندنا حركات بنية وعندنا حركات عربية. العربي. نعم. فالقارئ اللي يقرأ القرآن يجب عليه أن يكون القراءة مالته موافقة للأسلوب العربي من ناحية حركة البنية وسكناتها، وأيضا من ناحية الحركات العربية. يعني حركات الإعراب أيضا والبناء وسكناتها. يعني مثلا الحرف الأول من الكلمة، الحرف الثاني شنو إذا كان عليه حركة، حركة الحركة مالته فتحة ما يصير يغيرها يسويها كسرة، إذا ضمه ما يصير يسويها يتقن بحسب ما موجود فتحة. نعم، فتحة يتلفظ الحرف، إذا كان هو مفتوح عليه فتحة فيتلفظ بالفتحة، عليه كسرة يتلفظ أيضا بالكسرة، عليه ضمه وهكذا، عليه سكون. وبالنسبة أيضا الحركات العربية أيضا، شنو الحركة العربية؟ مثلا فعل مضارع يعني مرفوع بالضمة، فعل ماضي مثلا مبني على الفتح، وهكذا المبتدا والخبر مثلا مرفوعان، والمفعول به منصوب والفاعل مرفوع، وهكذا. فكون الحركات العربية أيضا يطلعها، لا يغير حركات البنية أو الحركات العربية، لا يغير بها، لا يسوي الضمة الحركة العربية، إذا كان الضمة يسويها كسرة مثلا. طيب ممكن أن ينوي في نهار الشهر بنية التعلم لأشكال، يعني إذا كانوا يعني يعني يلحن في القراءة، يلحن يعني بمعنى يخطأ بالقراءة، يعني النصيحة لكل واحد قراءته يعني مو صحيحة، عنده بعض الأخطاء بالقراءة، فمن يقرأ القرآن ولا يعني من يقرأ القرآن خاصة في النسبة لنهار شهر رمضان، يقرأ بنية التعلم، لا يقرأ بنية الحكاية والأخبار، لا يقرأ بقصد الحكاية والأخبار، لأنه إذا قرأ بقصد الحكاية والأخبار فيما يلحن به يعني فيما يخطئ به وكان متعمد، فهذا يعتبر من تعمد الكذب على الله على الأحوط لزوماً، هو المفطرات على الأحوط لزوماً. ممتاز. السؤال الأخير لها سماحة السيد، تسأل فيما يخص قضاء الصلاة متأخر، مثلا صلاة الصبح تأخرت، تقول هل يجوز أن أقضيها قبل الصلاة الواجبة؟ نعم. يعني إذا دخل وقت الصلاة الحاضرة اللي هي صاحبة الوقت وكان هو عليه فائتة، صلاة فائتة، هنا كيف يريد يعني يقدم الفائتة على الحاضرة، يعني الصلاة اللي مطلوب بها يريد يقدمه ويصليها أولا هي وبعدين يصلي الحاضرة، أو لا يصلي الحاضرة وبعدين وراها يقضي الفائتة. نعم، إذا يعني إذا تضيق الوقت هناك مخير قلنا، بس إذا تضيق الوقت وقت الحاضرة كما لو مثلا هو ما مصلي الظهر والعصر وباقي فد ربع ساعة، وأيضا هو صلاة الصبح ما مصليها فايتة، الآن تضيق هنا ما طول باقي ربع ساعة مثلا أو ثلث ساعة، تضيق وقت الحاضرة، فهنا الواجب عليه يقدم الحاضرة على الفائتة، يعني صلي الظهر والعصر وبعدين يقضي الفائتة. لكن إذا كان الوقت واسع مثلا أذن أذان الظهرين وهو ما مصلي صلاة الصبح، هنا يريد يصلي صلاة الصبح أو يريد يصلي صلاة الظهر اللي هي الحاضرة. نعم، شكرا جزيلا. أخذ اتصال سمحة السيد من البصرة. السلام عليكم، تفضلوا. أم يونس، السلام عليكم، تفضل أم يونس. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. السيد بل تفضلي. تفضل. أنا صايمة، يعني كل إحنا صايمين،
كل احنا صايمين، ومثل مرات ابوك الاكل يكفي. نعم. جاي. بس شوي يعني ما يتحسن. الدليل الامي. شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا. معي من بغداد ابو سجاد من بغداد. ابو سجاد السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا طيب، الله يتقبل اعمالك، تفضل. عندي ثلاث اسئله يعني. ولو بالخدمه تدلل تدلل، تفضل. السؤال الاول، ايش قد المسافه المتعارف عليها باستقبال واستدبار القبله؟ كم المسافه؟ المسافه ايش قد؟ احنا بحكم عملنا مرات على ذكرم المرافقات من القاعده الشرقيه او الغربيه، يعني بيفد مسافه بالضبط مثلا، شلون يعني واحد يقدر ان شاء الله. والله سمعت السؤال. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني صلاه الليل يقول الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، الناس العاصين خلينا نقول، اللي لا يصلي لا يصوم لا غير هكذا، يفعل المنكرات، هذا هم يصير يعني تستغفر له؟ لا. السؤال الثالث، احنا ارض مجاوره للدارنا، ارض قديمه صار يعني سنوات يمونا يعني، بس ما نعرف لا للدوله مثلا شخص مجهول المالك خلينا نقول، يعني ما حد سال عليها صار سنين. زين للمهنينات خلينا نقول. جي. قبل فتره انباعت، اللي هم عمامي يعني وياي باعوها وجابوا لنا فلوس. يعني هي الارض كبيره يعني. انتوا قبضتوا فلوسها؟ احنا ما قبضنا فلوسها، القصد يعني فلوسها هاي شنو حلال حرام؟ هي للدولة، عفوا هي للدولة ولا الشخص هاي الأرض؟ سيدنا لا لا، ما احنا ما نعرفها يعني، احنا من زمان مسيجينها وعايفينها، ما جاي سائل عليها لا شخص ولا دولة. أقول ولا بدوائر الدولة موجودة يعني، إذا ترجعون الدوائر، فأما تلقوها بالطابة مثلا بالبلدية تلقوها، أملاك الدولة لازم يعني لازم هذا لازم مسجلة. سألتوا عن مصدرها؟ احنا ما سألنا. أبو سجاد ما سألته؟ لا ما سألنا. تمام. بس هو ما حد سأل عليها يعني من ذاك الوقت لهسه. تمام. واضح. الآن هي انباعت وأموالها موجودة عندكم، صح؟ موجودة. تمام، شكرا يا أبو سجاد وجزاك الله خير. أبو زهراء من كربلاء المقدس. حياك الله أبو زهراء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. رمضان كريم وصيام مقبول. صيام مقبول إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم. أهلا بكم. العفو سيدنا، عندنا سؤال، عندي سؤالين بالأحرى. تفضل. أنا عندي مكتب وكثير من الشباب يستادون هذا المكتب يعني، وكبار السن وصغار السن منهم الشباب، فيأتون غير صائمين. مكتب شنو مال المكتب؟ عفوا شنو المكتب؟ مكتب شنو؟ مكتب عقود مرورية. نعم. نعم. فيجون غير صائمين، فأنا بدوري أحاول أرشادهم للتي أحسن والتي أقوم وأنبههم، وأظل يعني أصرف من جهدي ومن وقتي في سبيل. لكن هناك من يستهزئ بالصوم ويستهين به يعني مثلا، وكانه انا شفت واحد يعني يجي يشيل القوطيه مال البيبسي يجيبها داخل المكتب ويخليها قدام الصائم، وشلون مثل ما يقول احنا يعني يحنص بالعاميه. واضح السؤال. فشنو طيب. شنو حكمها انا بالنسبه يعني اسد المكتب ما اعرف يعني والله. هاي واحد. في نفس المكتب سيدنا عدي براد مال ما انا خالد الثواب الإمام الحسين والأموات إن شاء الله. فنوبات أنسى الجلاس موجود به، فيجون أكثر الناس يعني شوفه هو يعني بصحة جيدة جدا غير صائم هو، وأنا أحاول أمنعهم من الماء يعني، فهل هذا منعهم من الماء هو بإشكال أو عندك معلومة عن هذول المفطرين بسبب أم لا؟ نعم. عندك معلومه انه هذول اذا يشربون الماء هم مفطرين بسبب يعني سيد انا اشوفه بانه صحته كلش ممتازه، وبعض الامراض هم اسئله يقول والله ما اقدر اني او ما عندي مجال او عندي شغل او كذا. نبات احاول حتى البراد اسده يعني وامنع اغلقه يعني نهائيا. شكرا يا ابو زهراء، الاسئله واضحه وجزاك الله خير الجزاء، بارك الله. ابو امير من بغداد، السلام عليكم ابو امير. قطع الاتصال مع أبو أمير حتى نجيب بمباشرة إن شاء الله على هذه الأسئلة سماحة السيد. نأخذ فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل إن شاء الله نواصل معكم. سادة الكرام، كرما ولطفا منكم ابقوا معنا، لكن بعد فاصل قصير
ولنا تتمة معكم إن شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، تحية طيبة لكم ضمن برنامج فقه الصائمين. أحييكم وأحيي ضيفي الدائم في هذا البرنامج سماحة السيد خير المدني. مرحبا بكم سماحة السيد مرة أخرى. أهلا وسهلا وحياك الله. سماحة السيد، الآن نجيب على ما تبقى لدينا من الأسئلة. كانت الأخت منتظر من واسط سألت فيما يخص الأخطاء في قراءة القرآن، وكان هناك سؤال مشابه أجبتم عليه، ونستكفي بما تفضلت به من الإجابة وهي واضحة إن شاء الله. السؤال الثاني لها سماحة السيد كان فيما يخص أنها تأخذ أحيانا بعض المبالغ المادية من زوجها بمبلغ 5000 أو 10000، تقول لك بدون إذنه، وهي تتصرف بها لصالح البيت ولخدمة البيت جميعا. ما الحكم في ذلك سماحة السيد؟ هل تحتاج إلى إذن أم ماذا؟ إذا كان زوجها ينفق عليها يعني بالغذاء واللباس والمسكن وإلى آخره، فلا يجوز لها أن تأخذ من أمواله من دون إذنه، يعني تحتاج إلى إذن. ما طول هو زوجها ينفق عليها. نعم إذا كان هو ممتنع عن الإنفاق عليها ما ينفق عليها، أما كليا هو ما ينفق عليها أو لا جزئيا ما ينفق عليها، يجوز يعني يجوز أن تأخذ هنا في هذا الفرض، يجوز أن تأخذ بمقدار النفقة اللي هو ممتنع عن أدائها. كأنه مثلا لو كانت النفقة مالته بالشهر 200 فهو أما ما ينطيها 200 ما ينفق عليها كليا، أو لا جزئيا يعني ينفق عليها 100 والمية الثانية ما ينطيها، هنا يجوز تأخذ يعني بمقدار النفقة مالته فقط لا أزيد. أما إذا كان هو ينفق عليها لا يجوز لها الأخذ من أمواله إلا بإذنه. طيب الأخ حميد من النجف يسأل بخصوص زوجته، ما حكم المرأة المرضعة في نهار شهر رمضان؟ هل تصوم أو في صيام إشكال باعتبار أنه الطفل يحتاج إلى اللبن سماحة السيد في هذا المرض؟ نعم، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص المرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها ويضر بالولد. إذا كانت مو قليلة، طب بالتأكيد أنه رخصة ما وردت لها بالإفطار، إذا كانت مو قليلة اللبن يعني إذا كان عندها لبن يكفي للطفل لا يجوز لها الإفطار. أما إذا كانت هذه المرضعة قليلة اللبن يعني بحيث إذا صامت راح يأثر يعني إدرار الحليب راح يأثر، يكون يعني كميته تكون أقل، بحيث أنه الصوم أما يأثر عليه شخصيا أو يأثر على الولد، في هذه الحالة وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تجب عليها الفدية اللي هي 3/4 كيلو عن كل يوم. طيب سأل سؤال آخر بخصوص ابن أخته، يقول هو سائق ولديه أعمال شاقة يعمل، لكن ذكر أنه أفطر بنهار شهر رمضان بسبب عدم تحمله سماحة السيد. نعم، إذا كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش عليه، كما نلاحظ يعني أصحاب المهن الشاقة، السائق مثلا، المزارع أو المزارع، العامل، أصحاب الأفران والمخابز، فهذا العامل ما يقدر يستمر على الصوم بسبب غلبة العطش عليه. طبعا هذا العامل إذا يقدر يعني يأخذ عطلة يعني أو يعطل عن العمل مالته، يأخذ إجازة أو مثلا يعطل العمل مالته ويعيش خلال هالفترة هذه على يعني إما مال موفر عنده، يعني هو مدخر بعض الأموال قبل شهر رمضان، مثلا هو عنده فرن ومدخر بعض الأموال مدخر بعض الأموال قبل شهر رمضان، فيعطل العمل مالته ويصرف من خلال هاي الأموال المدخرة، أو يقترض يعني يقترض من شخص آخر طبعا إذا لم يكن هناك به حرج أيضا، ويعطل العمل مالته، أو يأخذ إجازة، أو يعني مثلا يبدل العمل مالته بعمل آخر، يعني هذا العمل شاق اللي يشتغله الآن يبدله بعمل آخر غير شاق بحيث يقدر يستمر بالصوم. فإذا كان يقدر يأخذ إجازة أو يقعد عن العمل أو يبدل العمل فهذا الواجب عليه. إذا ما يقدر يعني لا يقدر يعطل العمل ولا يقدر يأخذ إجازة، ما عنده أموال موفرة، فبهذا الحالة هو ينوي النية ويطلع للعمل مالته، ينوي نية الصوم يطلع للعمل مالته، فيشوف مثل العامل مال المخبز أو مال الصمون مثلا أو السائق مثلا أو المزارع، يبقى صايم إلى إيش قد يقدر يتحمل، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 4، إذا شعر أنه هو
غلب عليه العطش يحتاج يشرب إلى ماء مثلا، يحتاج إلى شرب الماء، جاز له أن يشرب الماء بمقدار الضرورة أو يبقى ممسك بمقدار الضرورة لا أزيد. يعني إيش قد الضرورة؟ ضرورة مثلا قدح أو قدحين ماء، لا يشرب حد الارتواء، لا يشرب 3 أو 4، وإنما يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك بقية اليوم. طبعا إذا كان هذا في شهر رمضان، وهذا اليوم يعوضه بيوم آخر يقضيه، طبعا ما تجب عليه الكفار، لا يجب عليه فقط القضاء، فقط القضاء دون الكفار. أحسنتم. الأخ أبو شيماء من بغداد، سؤال كان بخصوص الفارق بين الوقت وقت أذان المغرب بين بغداد وبين كربلاء المقدسة، علم أنه أفطر على أذان كربلاء المقدسة على قناة كربلاء فيما يخص هذا الوقت، في إشكال لأنه كان عنده علاج سماحة السيد أخذ له ضرورة. تفضل. نعم، يعني هو أكو فرق أعتقد في بين كربلاء وبغداد، أما دقيقة أو دقيقتين. فهو يقول أني أفطرت من وصل المؤذن أشهد أن علي ولي الله، فتقريبا يعني منتصف الأذان، فبالتأكيد أنه من وصل إلى هذا الفصل يعني هاي الدقيقة أو دقيقتين فايتة، فإن شاء الله صومه صحيح. يعني من وصل إلى هذا الفصل أشهد أن علي ولي الله، فمن بداية الأذان لهذا الفصل تقريبا يعني فايتة دقيقتين، وهو فرق الوقت هو تقريبا أما دقيقة أو دقيقتين في بين كربلاء وبغداد، يعني كربلاء قبل بغداد بحوالي دقيقة أو دقيقتين، فإن شاء الله صوم مالته صحيح إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد. الأخت أم رقية من البصرة سألت فيما يخص أنها في شهر رمضان ضربت أبرة لمنع الحمل، تسأل فيما يخص الحكم الشرعي لبعض الإفرازات سماحة السيد عند النساء. لا أبو، يعني مو أبرة لمنع الحمل، أبرة لمنع الدورة الشهرية اللي تأخر الدورة الشهرية. نعم، هذه الأبرة أو العلاج مال تأخير الدورة الشهرية يجوز للمرأة أنه تأخذه ما طول أنه ما يلحق بها ضرر بليغ. إذا يلحق بها ضرر بليغ ما يجوز لها أنه تأخذه، لا ما يلحق بها ضرر يجوز تأخذه. إذا المرأة طبعا هو شنو القصد أنه من أخذ هذا العلاج، يعني بعض النساء يعني بودها أنه تصوم شهر رمضان كاملة، فش تسوي خلال الفترة هذه؟ فتأخذ علاج يأخر الدورة الشهرية لما بعد شهر رمضان. حتى تصوم شهر رمضان، هذا يجوز إذا كان ما يلحق بها ضرر بليغ. إذا أخذت هذا العلاج هذا الدواء ونزل دم متقطع ما يستمر 3 أيام لا يحكم بكونه حيضا، أما إذا خرج دم واستمر إلى 3 أيام فأكثر فهذا يحكم بكونه حيضا، يجب عليها الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان. أم يونس من البصرة سماحة السيد تسأل فيما يخص تذوق الطعام بالنسبة للمرأة الصائمة المداولة دائما في المطبخ، تحتاج إلى تذوق الطعام حتى تتأكد من إتقانه، الحكم إذاك سماحة السيد هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ لا بأس أنه المرأة تتذوق الطعام وهو لا يعتبر من المفطرات، فالمرأة إذا كان مثلا في يعني قبل الإفطار، عادة النساء مثلا بعد الظهر العصر يقومون بإعداد طعام الإفطار، فالمرأة حتى تشوف نسبة السكر نسبة الملح في الطعام في المرق في الرز إلى آخره من الأطعمة اللي تحتاج إلى السكر، إضافة السكر أو إضافة الملح، يجوز للمرأة تتذوق الطعام، ولكن لا تبتلع، لا تتقصد ابتلاع الطعام. إذا تقصدت أنه تبتلع هذا الطعام هذا يعتبر من المفطرات. إذا تقصدت إفطار واجب يكون هنا بتاعي. نعم إفطار، وإذا ابتلعت الطعام في متعمد، إذا ما تقصدت وما ابتلعته فعليها القضاء تقضي فقط، إذا تقصدت وابتلعته فعليها القضاء والكفارة. أما إذا دخل الطعام يعني هي أدخلت الطعام إلى فمها حتى تتذوق، فسبق ودخل إلى جوفها من دونه أن تكون قاصدة لذلك، أو دخل سهوا أدخلت الطعام إلى فمها حتى تتذوق الملوحة مالته ودخل سهوا، أيضا هذا لا يعتبر من المفطرات. أما إذا تقصدت فهذا يعتبر من المفطرات حتى وإن كان هذا الداخل فد شيء قليل من الطعام، أو مثلا أو الرز أو مثلا التشريب أو ما شابه ذلك. إذن بشكل عام لا إشكال في أن تتذوق المرأة طعام، لكن عليها أن تكون حذرة في هذا الجانب. حسنت. أبو سجاد من بغداد سماحة السيد يسأل يقول كم المسافة المتعارفة في قضية استقبال قبلة واستدباره في أماكن التخلي وغيرها؟ نعم، هو يقصد يعني يقصد أنه إيش قد الانحراف واحد من يريد يأسس مثلا مرافق صحية تواليت، إيش قد الانحراف؟ طبعا عند سماحة السيد يعني المسألة أيضا خلافية، عند سماحة السيد أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها على الأحوط لزوما، السيد عنده سماحة السيد دام ظله
عنده احتياط يعني ما عنده لم يفتي بذلك. يعني بعض الفقهاء يقولون انه الاستقبال والاستدبار مكروه فيه كراهه. فعلى كل حال اذا شخص يعني اذا يريد ياسس تواليت صحيه للمقعد فلا يخلي المقعد ولو للاحتياط انه لا يخلي المقعد على فرض انه يقلد مرجع يقول بالكراهه. مع ذلك واحد يحتاط فلا يخلي المقعد باتجاه القبلة بحيث أنه المتخلي يعني اللي يقعد بالتواليت من يتخلى يصير باتجاه القبلة مستقبل للقبلة أو مستدبر للقبلة، وإنما خلي يكون انحراف. يعني من أساس المقعد خلي يكون انحراف. الانحراف هذا يعني طبعا مسألة عرفية يكون يصدق عليه أنه منحرف عن القبلة ليس باتجاهه. نعم، فمثلا 90 هذا جيد أنه منحرف هواي عن القبلة مثلا. أقل من هذا 70 ما يهم جيد، 50 جيد مثلا، 40 30 جيد، يعني بحيث يصدق عليه. يعني إذا كان الحرف مثلا 45 يعني نصف زاوية قائمة فجيد هذا، يعني هذا نسبة الانحراف جيد. على أن يصدق عليه أنه ليس مستقبل. المهم أنه يعني المهم يصدق أنه هو منحرف عن القبلة، المقعد منحرف عن القبلة. طبعا هو يعني يعني المقعد إذا كان مثلا البعض ما يهتم لها القضية هذه، فالشخص يروح ضيف الشخص آخر مسوي المقعد باتجاه القبلة، الآن هذا يريد يجلس بالهذا خليه يجلس لكن لا يستقبل القبلة ويستدبرها. يعني يقدر يقعد وينحرف عن القبلة في مقدار يعني كأنه مثلا 30 درجة أو 40 درجة عن القبلة. طيب أخذ اتصال سمع السيد الأخ مهدي من واسط. السلام عليكم مهدي، حياك الله مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام مهدي، تفضل نسمعك. تفضل عزيز، تفضل بسؤالك. أهلا وسهلا سيدنا، رمضان كريم. الله يبارك بكم، الله يحفظكم إن شاء الله. سيدنا أنا عندي مريض ببغداد سيدنا. نعم سيد، بس أنا مو طويل السفر، أنا هاي رابع مرة رجاي أروح لبغداد هذا الشهر. نعم سيدنا جاي أتأخر هناك. نعم كم يوم تتأخر؟ أتأخر مثل يوم سيد، ثاني يوم يعني ثاني مثل باكر الظهر أروح لبغداد أروح صايم سيدنا. ثاني يوم سيدنا يعني تروح قبل الزوال أو بعد الزوال؟ أنا أطلع من الكويت ورا الظهر، ورا صلاة الظهر. بعد الظهر سيدنا، بس الباقي يعني هناك أفضل لو أبقى صايم. ما تبقى عشرة أيام أنت؟ لا لا ما أبقى عشرة أيام. عندك كثرة سفر؟ عندك كثرة سفر؟ سيد بس هذا الشهر لأن عندي حالة طارئة وجدي مريض وجاي أراد عندي بغداد كل شوي يخابرون علي. الله يشافي إن شاء الله، الله يشافي. والله سيدنا وريد دعاء. الله يشافي إن شاء الله. قلبك سيدنا. الله إن شاء الله، الله يوفقك بهذا شهر رمضان، أريد دعاءك. الله يبارك فيك إن شاء الله إن شاء الله. صلى الله لك الشفاء وله الشفاء إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أم عمار من كربلاء المقدسة، السلام عليكم. معنا اتصال من كربلاء المقدسة، سيد المخرج تفضلوا. طيب إذا كان ضعيف الاتصال سيد المخرج ممكن اتصال آخر. جزاك الله خير. طيب أم علي من كربلاء، السلام عليكم أم علي. السلام عليكم، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم شيخنا. حياكم الله، صيام مقبول إن شاء الله، قبول الأعمال. إن شاء الله منا ومنكم أعمالكم إن شاء الله. شيخنا عندي سؤال إذا تفضلي. تفضلي. شيخنا أنا متزوجة بطويريد. نعم. الو تفضلي. تفضلي. انا متزوجه بطواريد واريد اروح لاهلي بالحله. بالحله؟ اي بالحله. نعم. شو يصير علي يعني اذا رحت ورا العيد يلا ارجع لهنا بيتي لطواريد، شو يصير علي افطار لو ما يصير افطار؟ ايش قد كم يوم تبقين عند اهلك؟ يعني باكر اروح ارجع ورا العيد. نعم. انت عفوا يوم يوم يومين ورا العيد ونرجع. اي انت يعني معرضه عن السكن في الحله يم اهلك لو ما معرضه؟ لا
يعني هم أهلي أنا أروح أزورهم. لا قصدي يعني أنت في المستقبل عندك نية السكنين في تلك المنطقة في الحلة؟ أي 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 عندي نية يعني. عندك نية السكنين في الحلة مو؟ عندي نية أي. نعم. زين شيخنا عندنا بعد سؤال ما تفضلت. تفضلي. أنا كنت مطلوبة شهر رمضان السنة راحت فصمته. هسه قضيت من رجب وشعبان وعد الفطرة أتنطيها يعني يصير عادي هتنطيها هسه؟ وشنو سبب الإفطار؟ لأن كنت حامل. أنت حامل بيا شهر؟ هو أول ما حبلت يعني هو من العام أول ما حبلت ما خلاني أبونا يعني كان شهر واحد شهر واحد أي كان عندي ثلاثة يعني ثلاثة بطون ثلاثة قضيتين وهو هاي البطن أمانة. طيب أنت الآن هسه السؤال على ما أصور فيما بعد بخصوص زكاة الفطرة لو شنو؟ لا الفيديو الفيديو على ما اللي روحتي يعني الأهلي واضح. السؤال الثاني السؤال الثاني بالتحديد السؤال الثاني بالتحديد أختي أم علي أختي أم علي أنت ذكرتي قضية الشهر الشهر اللي ما صامته الآن وقضيتي تمام الفيديو سؤال بعد الفيديو. بعد السؤال شنو كان الفيديو الكلام سؤال الفيديو هو قضيته والفطرة مالته يعني هسه الفيديو الفيديو يعني الفيديو اختي اختي ام علي الفيديو مو الفطره الفيديو اختي ام علي دسلين بخصوص فيديو. الفطره لو الفيديو الفيديو ما اي فديه جزاك الله خير شكرا جزيلا مهدي من الديوانيه السلام عليكم حياك الله السلام عليكم مهدي تفضل الو السلام عليكم حياك الله يا طيب تفضل نسمعك الو تفضل تفضل السلام عليكم رمضان سلام عليكم سلام مقبول سلام عليكم قبل اعمالكم ان شاء الله تفضل دائرتي صف قريبه على البيت زياد على البيت دائرتي قريبه على البيت ومرات راح اجيب ماي اجيب شيء اكل من عندها نعم وما بها شكرا اخ مهدي واضح السؤال ان شاء الله طيب الان نجيب سماعه السيد على الاسئله التي تبقت لنا كانك سؤال اخر للاخ ابو سجاد من بغداد سؤاله فيما يخص صلاه الليل عند ذكر الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات يقول هل يجوز ان اشمل بهذا الاستغفار بعض العاصين المذنبين الذين لا يصلون وغيرها نعم اذا كان مؤمن هو الاستغفار لأربعين مؤمن نعم. شنو المقصود بالمؤمن المقصود بالمؤمن هنا المؤمن بالمعنى الاخص يعني الشيعي الامامي الشيعي الاثني عشر هو هذا المقصود به زين هذا المقصود بالمؤمن فالمؤمن هذا إذا كان طبعا أكو مؤمن عادل اللي يعني مستقيم يفعل واجبات ويترك المحرمات وأكو مؤمن عنده يعني بعض المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة اللي يعبر عنه المؤمن الفاسق هنا يجوز الاستغفار الاثنين المؤمن العادل والمؤمن أيضا العاصي سواء كان يرتكب الكبائر أو الصغير يجوز الاستغفار له في ضمن الأربعين مؤمنا سأل كذلك فيما يخص موجودة قطعة أرض بجوار بيتهم هناك من تحكم ببيعها أحد أقاربهم لأن هم المال كان موجود عندهم حكم ذلك هم لم يتفحصوا سماح السيد في الدوائر الخاصة بهذا المكان شنو حكم هاي سماح السيد؟ يعني هذا البيع فضولي يتوقف على أجازة المالك فإن أجاز المالك البيع صحيح هذا وإذا كان المالك ما أجاز البيع ما يعتبر صحيح هذا طيب. فهو يعني نصيحة للأخ أنه ممكن أنه لا يقول ما بها مالك الآن ممكن يروح هو ما فحص وما سأل يعني ويقول إنه ما لها مالك فبإمكانه يراجع دوائر الدولة يعني هي المعنية بهذه القضية قضية الملكية يعني البلدية أو الطابو أو أملاك الدولة يروح يراجعهن فيبحث فإن كانت هذه الأرض مملوكة للدولة أيضا البيع ما صحيح مو صحيح البيع هذا باعتبار الدولة بأن الأرض مملوكة للدولة إذا كانت مملوكة لشخص هذا ايضا البيع ايضا مو صحيح يتوقف صحه البيع على اجازه هذا المالك اذا اجاز البيع صحيح ما اجاز يكون البيع باطل فبالنسبه للبيع هذا مو صحيح عليهم انه يرجعون الفلوس هذه اللي اخذوها طيب يرجعون الفلوس منين اخذوها هذا الشخص اللي اشترى الفلوس يرجعون الفلوس مالته وهي الارض يبحثون عن المالك مالتها يبحثون
أبو زهرة من كربلاء المقدسة ذكر أنه ديه طبعا إذا أجاز المالك يعني إذا لقوا المالك والمالك قبل ما يخالف البيع صحيح، لكن إذا ما قبل لا البيع يكون مو صحيح، يعني يبقى اتفاق مع المالك، يسمونه بيع فضولي هذا، يبقى الاتفاق مع المالك إن وجد لها مالك. طيب أبو زهرة من كربلاء المقدسة يسأل يقول لديه مكتب وأحيانا يرتد من بعض الشباب والأخوة، لكن أغلبهم هم يعني غير صائمين في هذا الشهر، وبعضهم يعني يتناول الطعام والشراب جهارا، هل يؤثم على ذلك سماحة السيد أم لا؟ تفضل. نعم، يعني بالنسبة للأخ اللي هو اللي عنده مكتب ويرتادون المكتب، يعني ناس اللي عنده عذر في الإفطار كما لو كان مسافر أو كان مريض وظاهر عليه علامات المرض، هذا يجوز تقديم له، يقدم له شيء من المفطرات، يقدم له أكل، يقدم له الطعام، يقدم له الماء إذا كان صاحب عذر، إذا كان هو عنده عذر شرعي يعني شخص مسافر وبفطر هو بسبب العذر مالته يجوز يقدم له الطعام، أيضا مريض يجوز يقدم له الطعام وظاهر عليه علامات المرض يجوز أيضا، شيخ كبير مثلا أيضا يجوز يقدم له الطعام، أما يعني غير ذوي الأعذار ما يجوز يقدم له الطعام، لهذا يعتبر انتهاك لحرمة الشهر الفضيل، انتهاك لحرمة شهر رمضان، فهو بالنسبة للماء يقدر ينطي ماء للشخص المعذور، أما الشخص اللي ما معذور يقدم للماء هذا يعتبر انتهاك لحرمة الشهر الفضيل فيحرم عليه، وطبعا هو بالنسبة للناس اللي يجون للمكتب عليه أنه يعمل بوظيفته وهي النهي عن المنكر، لأن هذا يعني تارك لبعض الواجبات ويبادل هذا الشيء يعمل المحرمات فيجب العمل بوظيفته وهي ايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احسنتم سماحة السيد. الاخ مهدي من واسط يسال يقول لدي مراجعه لمريض في بغداد وتقريبا لحد الان 4 مرات الان يذهب الى بغداد، الحكم في ذلك سماحة السيد علما هذا الامر ضروري جدا له؟ تفضل سماحة السيد. يعني هو يجب بعد الظهر بعد الزواج، هو مسافر ما عنده كثرة سفر ولا أيضا ولا ما عنده إقامة لمدة 10 أيام، فيجب عليه الإفطار، يجب عليه قصر الصلاة ويجب عليه الإفطار ما طول هو ما عنده كثرة سفر، يعني حتى إن كان في شهر رمضان هو عنده كثرة سفر، عنده 10 أيام أو أكثر في شهر رمضان، لكن يكون عنده عزم على الاستمرار على هذا المنوال يعني لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، هو فقط عنده في شهر رمضان، حتى وإن تحققت الكثرة فقط في شهر رمضان هو يجب عليه الإفطار ويجب عليه قصر الصلاة، لأن احنا نحتاج الكثرة مو فقط في شهر واحدة أو اثنين أو ثلاثة، نحتاج الكثرة إلى أن تتحقق في 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، حتى يكون كثير السفر، وإذا كان كثير السفر طبعا يجب عليه إتمام الصلاة ويجب أيضا عليه ويجب عليه الصوم. الإقامة القاطعة لحكم السفر، الإقامة يكون ينوي الإقامة لمدة 10 أيام، يعني 10 نهارات، إذا 9 أو 8 يجب عليه الإفطار ويجب عليه قصر الصلاة، إذا 10 فأكثر الإقامة طبعا هو يحتاج إلى 10، فإذا عنده اطمئنان أنه راح يبقى 10 أيام يصلي قصر يصلي تمام ويجب عليه أن يصوم، إذا بقى أكثر من 10 ما يحتاج أنه يجدد الإقامة أو إقامة إلى جديد، وإنما يبقى على التمام ويبقى صوم إلى أن يسافر مرة أخرى. أم علي من كربلاء المقدسة هي متزوجة وذكرت محل السكن الآن هو في منطقة طويريج وتريد الذهاب إلى الحلة حيث محل سكن أهلها سماحة السيد، ذكرت علما يكون رجوعها إلى كربلاء سكنها الثاني الأول إلى كربلاء يكون بعد العيد. طيب في هذه الحالة سماحة السيد تسأل تقول ما الحكم في ذلك؟ نعم، وعلما هي غير معرضة يعني هي يعني لديها ترجع. نعم الأخت هي غير معرضة، يعني هي ذكرت غير معرضة، يعني بمعنى هي عندها اطمئنان أن ترجع، أنه ترجع تسكن في الحلة اللي هي وطنها، كان الحلة كان وطنها سابقا، ما أعرف أنه أما وطن أصلي أو اتخاذي لا فرق في ذلك، المهم هو يعني الحلة تكون وطن لها، هي ما طول ما معرضة وعندها اطمئنان أنه راح ترجع تسكن بعد فترة بالحلة، فنعم يجوز لها أنه يجب عليها في هذه الحالة يجب عليها إتمام الصلاة ويجب عليها الصوم أيضا، لا يجوز لها الإفطار. طيب. ولا يجوز لها أنها تقصر الصلاة. هناك شهر سماحة السيد كانت في حامل أفطرت، تقول ما هل عليها فدية أم لا؟ المن هي قضتها سماحة السيد؟ حامل كانت بأي شهر؟ لا لم تذكر، في أحد الأشهر التي مضت وقضتها سماحة السيد. نعم، إذا طبعا بالنسبة إذا كانت هي حامل على ما صور أنها هي حامل غير مقرب، يمكن كانت في الشهر الأول على ما أعتقد، فإذا كانت حامل مو مقرب وكان الصوم يضر بيها أو يضر الحمل مالتها يجوز لها الإفطار
وعليها بعد شهر رمضان عليها القضاء تقضي وتدفع فدية. الفدية هي 3/4 الكيلو. نعم. عفوا فقط عليها القضاء ما طول مو مقرب فقط عليها القضاء فقط تقضي. إذا أخرت القضاء ما قضت إلى أن إجى شهر رمضان الثاني فتدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كانت حامل مقرب يعني على وشك الولادة على وشك الوضع كما لو كانت حامل في الشهر الثامن أو حامل في الشهر التاسع فهذه وردت لها الرخصة في الإفطار يجوز لها تفطر إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالحمل مالتها وعليها بعد شهر رمضان القضاء زائدا الفدية لأن هم تقضي وهم تدفع فدية. وإذا أخرت القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني راح يصير عليها قضاء وفديتان قضاء وفديتان فدية الحمل وفدية أيضا التأخير. أما إذا كانت هي مو حامل مقرب فيجوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط دون الفدية. سماحة السيد شكرا جزيلا لكم ولكل ما تفضلتم به وجزاكم الله خير. شكرا لكم. حسن. شكرا سادة الكرام هذا ما يسمح به وقت الحلقة. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.